الرحيم. هلا بدي ابلش بدرس جديد ان شاء الله اسمه ملتي بلكسر. الملتي بلكسر تعريف عام هو عباره عن كومبينيشنال سيركت ذات سيلكت ون اوف ذا انبوتس. الملتي بلكسر عباره عن كومبينيشنال سيركت هيك شكلها، بيدخل عليها عدد معين من الانبوت، على سبيل المثال 2 انبوت او 4 انبوت او 8 انبوت او 16 انبوت. لنفرض ابسط مثال 2 انبوت. الانبوت الاول اسمه I0، الانبوت الثاني اسمه I1، وفي عنا اشي اسمه سيلكتر. سيلكتر نرمز له بالحرف S. السيلكتر هذا ايش وظيفته؟ وظيفته يختار يا اما I1 يا اما I0 حتى يعطيني الاقتران F. اذا الملتيبلكسر هو عبارة عن كومبينيشنال سيركت بيختار بس شغلة واحدة من كل الانبوت. فإذا كانوا الانبوت 2 رح يختار 1، أو إذا كانوا 4 برضو رح يختار 1، إذا 8 1، إذا 16 1. فدائما الاوتبوت اللي هو الاقتران F عبارة عن ناتج 1، اوتبوت 1. فأخذنا هون نحن أبسط مثال، إذا كان الملتيبلكسر 2x1 يعني 2 input I0 I1، عندنا السيلكتر راح يختار واحد منهم ويعطيني output 1 مقداره F. بحكي لي بنظام الملتيبلكسر إنه إذا كانت قيمة الأس تساوي 0 راح أختار I0، وإذا كانت أس تساوي 1 راح أختار I1. فخلينا نكتب هون، إذا كانت أس تساوي 0 فإن الاقتران F يساوي I1. I0 هي راح تكون الاوتبوت، واذا كانت S تساوي 1 فان الاقتران F راح يكون عبارة عن I1 هي راح تطلع للاوتبوت. فلو اجينا حطينا هذا بالتروث تيبل الصغيرة راح يكون S و F. الاس لها حالتين، يا 0 يا 1. اذا كانت S 0 اذا F هي I0، اذا كانت S قيمتها 1 اذا F هي I1. في شكل تاني للملتيبلكسر بهذا الشكل، هون بيكون الانبوت I0 I1، بيكون هنا السيلكتر، وبيكون هون الاقتران. هلا ممكن انا اكتب الاقتران F او اعبر عنه بمعادلة بهذا الشكل، جملة بحكيها وبترجمها على شكل رموز. الاقتران F يساوي، انا حكيت انه F يساوي I0 اذا كانت S تساوي 0. إذا كانت S 0 يعني عليها بار، أو يعني OR I1 إذا كانت S تساوي 1 يعني S بدون بار. هذا الشكل صحيح. نحاول نعوض F إذا كانت S تساوي 0، نعوضها بالاقتران. رح نحط هون I0، رح نحط 0 عليها بار، OR I1 والS هنا 0 يساوي I0 and 1 or I1 and 0 الجواب 0، I0 and 1 الجواب I0 or 0 ويساوي I0. هل طلع F يساوي I0 عندما S تساوي 0؟ نعم صحيح. نعوض الثانية انه F عندما S تساوي 1 راح يصير I0 مكان الأس هنا 1 فوقيها بار، or I1 مكان الأس 1. I0 and 0 or I1 and 1. هلا I0 and 0 الجواب 0 or I1 and 1 الجواب I1. I1 or 0 الجواب I1. إذا طلع الجواب I1 تساوي F عندما S تساوي 1. بس مثلا بيجي حدا بيحكي أنا مش مقتنع بهذا الكلام، إنه أنا حكيت جملة وترجمتها على شكل رموز. هلا بنثبتها من خلال جدول. عندي أنا زي ما حكينا بهذا المثال input يلي هن I0 و I1، وعندي selector وعطاني output F. طيب نعمل truth table بينقسم لجزئين، الجزء هذا input زي ما بنعرف وهذا output. الانبوت عندي I0 و I1 وفي هنا selector، والoutput دائما الاقتران F. طيب بما أنه عندي 3 input، إذن 4 وحدات، 0 1 0 1
صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد. هلأ ممكن إني أغير ترتيب أماكنهم، مثلاً الأس تصير هون والآي ون هون عادي، بس المشكلة إنه بصير في خربطة. فنحن دائماً الأس إلها حالتين، يا زيرو يا ون، فيكونوا كل الزيرو تحت بعض، كل الون تحت بعض، أحسن ما يكونوا مثلاً زيرو ون زيرو ون. هذا الشكل هو أرتب شكل ودائماً نعتمده أحسن. هلأ عندما تكون أس صفر، فإن الاقتران أف إيش يساوي؟ أكيد آي صفر. كم قيمة آي صفر هون؟ صفر. أس صفر فإن أف يساوي أي صفر وتساوي صفر. أس صفر فإن أف تساوي أي صفر تساوي واحد. برضو أس صفر إذن أف تساوي أي صفر وقيمتها واحد. انتهينا. هلأ إذا كانت أس تساوي واحد فإن أف تساوي أي واحد اللي هي قيمتها صفر. أف أس واحد فإن أف تساوي أي واحد قيمتها واحد. أس واحد أف تساوي أي واحد وقيمتها صفر. أس واحد فإن أف تساوي أي واحد وقيمتها واحد. هاي أثبتنا هو من خلال تروث تيبل. بعد التروث تيبل نعمل كي ماب عشان نطلع من خلالها الاقتران. هذا الكي ماب راح يكون عبارة عن هون راح نحط أس وهون أي زيرو أي ون ونعبيه بأف. طبعا كم خانة راح نعمل؟ 8 خانات، صفين وأربع أعمدة. راح نعبيهم بقيم أف. أول شي هون زيرو، بعدين زيرو، بعدين واحد، بعدين واحد، زيرو واحد، زيرو واحد، زيرو واحد، زيرو واحد. ننتبه على التعباية. هلأ بناخد هون صفر صفر، صفر واحد، واحد واحد، واحد صفر، هون صفر، هون واحد. ناخد هدول الاثنين مع بعض، وبناخد هدول الاثنين مع بعض. فالاقتران أف يساوي، هون نحن ثابتين على الصفر يعني أس عليها بار، وهون ثابتين على الواحد يعني اي زيرو اور. هون ثابتين على الواحد قيمتها اس، وثابتين على الواحد اي ون. فاذا الاقتران اف يساوي اس بار اي زيرو اور اس اند اي اي ون. هل هذا نفسه هذا؟ نفسه. اذا هي اثبتنا هذا الكلام من خلال تروث تيبل وكيما. نشوف هلا مثال ملتبلكسر، هو كتير سهل وشرحه سريع. هلا بحكي لي هنا ديزاين 4 باي 1 ملتبلكسر. نحن بنعرف بالديزاين انه في عنا خطوات معينة، وهذا كأنه شرحته بأول فيديوهات مادة السكند. الديزاين أول اشي برسم اشي ببالي اعرف من خلاله ايش هي الانبوت وايش هي الاوتبوت، بعدين بعمل تروث تيبل، بعدين بعمل كي ماب بطلع من خلال الاقتران، بعدين برسم. أول شي هنا ديزاين 4 باي 1 ملتبلكسر، فورا لازم يجي على بالنا رسمة الملتبلكسر. 4 يعني 4 input يلي هن I0 I1 I2 و I3 و 1 يعني هنا اقتران F، وفي عنا selector. هلا بدنا نفهم شغلة كتير منيحة، إنه لما يكون عندي 2 input كم عدد السلكتر؟ سلكتر واحد، لأنه هذا السلكتر بده يختار بين I0 و I1. طيب إذا عندي 4 input كم عدد السلكتر؟ رح يكون 2. لكل 2 input رح يكون في سلكتر، فرح نحط هنا سلكتر S0 سلكتر 1. طب إذا كان عندي 8 input كم سلكتر؟ 3 سلكتر. إذا كان 16 4 سلكتر. هلأ بعد ما تخيلنا شكل الملتبلكسر بدنا نعمل التروث تيبل. هلا التروث تيبل ما في داعي كل تروث تيبل نحط فيها قيم الاي اي 0 اي 1 اي 2 اي 3. كل تروث تيبل بالملتبلكسر بكفيها بس قيم الاس وقيم الاف، وهي ابسط تروث تيبل. فبنحط هنا اس 0 اس 1 كانبوت والاقتران اف كاوتبوت. هلا بما انه بس 2 انبوت ف 0 0 0 1 1 0 1 1. هلا 0 0 اذا اف راح تختار اي 0، 0 1 اذا اف راح تختار اي 1، 1 0 اف راح تختار اي 2، 1 1 اف راح تختار اي 3. ليش؟ لانه 0 0 قيمتها 0، 0 1 قيمتها 1، 1 0 قيمتها 2، 1 1 قيمتها 3. بعد ما عملنا التروث تيبل هلا بدنا نعمل
كيمة، بدل ما أعمل كيمة وأغلب حالي، ولأنه أصلا شو بدي أعبيها يعني، ما عندي قيم للآي يعني. فلو حكينا عن أول صف أم زيرو، وتاني صف أم ون، وتالت صف أم تو، ورابع صف أم ثري، فأنا بعرف إنه الاقتران F راح يختار أم زيرو إذا كانت، راح يختار I زيرو عند الأم زيرو، يعني I زيرو أم زيرو، أو راح يختار I ون عند الأم ون، أور راح يختار I تو عند الأم تو، أور راح يختار I ثري عند أم ثري. طيب هلأ أنا بدي أفك الأم، إيش قيمهم الأصلية؟ بنزل I زيرو. الأم زيرو هي عبارة عن الأس زيرو قيمتها صفر، والأس ون قيمتها صفر، إذا التنتين عليهم بار، أس زيرو بار، أس ون بار، أور نزل الأي ون زي ما هي. الأم ون هي زيرو ون، إذا الأس زيرو عليها بار، الأس ون ما عليها بار، أور نزل الأي تو مثل ما هي. الأم تو ون زيرو، إذا الأس زيرو ما عليها بار، الأس ون عليها بار، أور أي ثري، أي ثري الأس زيرو ون يعني ما عليها بار، والأس زيرو هون، والأس ون كمان قيمتها ون ما عليها بار. فصار الاقتران F هيك معادلته. هلأ بدي أرسم هذا الاقتران لأنه ديزاين يعني. أول شي هون عندي أس زيرو أس ون أي زيرو، بعدين أس زيرو أس ون أي تو، S زيرو S ون I ثري، هون I ون هون I تو، و S زيرو S ون I ثري، هون I ون ما عليها بابل، ال S زيرو عليها بابل، ال S ون برضو عليها بابل، بجمعهم ببوابة AND لأنه العملية بيناتهم AND. بعدين ال I ون ما عليها، ال S زيرو عليها، ال S ون ما عليها، كمان بوابة AND. ال I تو ما عليها، ال S زيرو ما عليها، ال S ون عليها بابل. I3 والأس زيرو والأس ون ما عليهم، بعد ما جمعتهم ببوابة AND البياناتهم عمليات OR، بضل أجمع هدول ببوابة OR. فهذا هو الاقتران F. نشوف هلأ مثال بيدخل الملتبليكسر فيه. من استخدامات الملتبليكسر أبسط مثال عليه إنه التليفون الأرضي. هلأ التليفون الأرضي بتكون كل الحارة مثلا شابكين على نفس الخط أو على نفس السلك، فبنستعمل الملتبليكسر لحتى نحدد أي بيت رح يمر تياره بهذا السلك. فمثلا عندي هنا أنا I0 I1 I2 I3، لنفرض أنه هدول البيوت، هدول الأسلاك الجاي من البيوت، أربعة input، وفي عندي هون اثنين selector S0 و S1، وعندي هون الاقتران F اللي هو الأوتبوت. إذا كان بس شخص بيت واحد عم بيستعمل التليفون الأرضي والباقي ما حدا عم يستعمله، إذا ال S0 S1 ما رح يختاروا غيره لأنه ما حد غيره فاتح، فرح يمر بالسلك هذا اللي هو الاقتران F أو الأوتبوت بس قيمة ال I1. طيب بحال انه اتنين حكوا مع بعض بنفس الوقت، يعني اتنين استعملوا التليفون الارضي، هنا بتظهر وظيفة السلكتر انه بيصير S0 و S1 يتحركوا بشكل سريع، مرة يعطوا يعني دور ل I0، مرة يعطوا دور ل I1. طبعا هاي السرعة بتكون كتير كبيرة لدرجة انه لما نحنا نحكي تليفون ما بنحس انه الصوت عم بيقطع. فبيصير وقت مثلا ل I0 هون لآي ون، هون لآي زيرو، وهون لآي ون بسرعة كبيرة كتير، فنحن ما بنحس بهذا التقطع، بس هو فعليا بيكون الصوت عم بيقطع بسرعة كبيرة كتير. هلأ زي لما نشوف مثلا ضوء النيون، بالحقيقة ضوء النيون بيكون كتير بيرمش بس بسرعة عالية لدرجة نحن ما بنحس بهذا الترميش، نفس الشيء السرعة هون ما بنحس بتقطيع الصوت. فهون هي وظيفة السلكتر لما يكونوا اثنين أو ثلاثة عم بيحكوا مع بعض. هيك بكون أنكمل شرح الملتبليكسر، بضل علينا بس الدي ملتبليكسر
وموضوع جديد، بتخلص مادة السكند إن شاء الله. يعطيكم العافية.